première journée pour moi, ça me stresse. Je déteste la première journée. C'est pas la peine de se stresser. J'espère que maman va venir avec moi. Hein? J'espère que maman va venir avec moi, mais j'ai dit non, impossible. Mais j'ai vu, elle est avec toi. Non. J'ai pas voir la prof quand même. Les profs, c'est. Il y a le sixième ou l'œil. كيل بس لي باسكيت ديالو درتي الريحه ديالك درتي ديدو اي هاد كيل بس لي باسكيت قال لك البروميير جور ديال ليكول فيه لو ستريس قال لك اسيدي نو وي افيك تي لا سي با افيك كي تي فا رونتري على كلاس ديك ما عرفتش مع من بيدخل المدرسه هو فيه شويه تاع ستريس نمشي انا اصلا نخلص ودي مع الكتوبات ديالو زيد الطابليه دخل هي دخل هي سير دخل على ربي سير فين كان الفوق ولا لتحت انا على مزيني عرفتو البارح مع اش نعس عرفتو داك الشيء اللي درت كله البارح مع اش نعست البنات الوجهي بان عندي قاعد مضبب البارح نعست 10 ونص ديال الليل حيت كاف تكنيك صافي ودعت نعس النهار كله وانا نجري هيك ونجري هيك ونجري هيك ونجري هيك ونجري هيك دق دق صافي مع راسي 10 ونص نعست فقت مع ديك الخمسة وقيلة كانت ما كتصحر هي وما بثلاثة هم صايمين اليوم بنت اختي وبنت خويا صايمين حلي الباب ومشاو وانا فقت قلت عليهم وانا رجع عاوتاني نعست ديك فقت عاوتاني مع الستة هي صونات ليه التليفون مع الستة قلت ليه فيق صونات ليه هو فاق بوحدو كيحط الريفي ديالو بوحدو من بعد قلت لي يا فيقني مع السبعة فيقني مع السبعة لبس حوايج وانا دخلت إليان صيفطت بنت خويا نعسات حدا حيت الا فاق ما لقاتش واحد يبدا يبكي ما عمرك نعس حدا نمشي نوصلها لهنايا النهار الاول نشوف كيفاش كومونسا سباس دور لي سباس فازي يا فيت لا لا في جيست لا قالك عنده لا تخوي ما عطاش لا تخوي هذا عنده قالك اسيدي النهار الاول فيه ستريس ديال المدرسه انتما كاع ولادكم فيهم ستريس ديال المدرسه النهار دخلوا النهار هو الليسي فهمتوا شي حاجه جديده عليه كان في الكوليج هو هذاك اي اختي ما علاش ستريس في سميتو ما جا ستريس فاش بغى يطلع للكوليج جا غير ستريس فاش يطلع وقيله ولا ما عقلت انا يلا الله اعلم المهم قالك اسيدي فيها وين والله ان شاء الله الا كتب الله البلاد ما بش نهار اش من عام الله يعلم زيد اول نهار هي المدرسة حنا هما يلا 19 يلا داخلي هي ما 19 الشهر يلا هما غيدخل اي انا صايده بفلانة ما نقول مالي قولها صباح الخير الناس طلي هو الدم هكذا سيدتي تكون انتهت مهمتي في المدرسة اللي سيمشي تخلص شديت الورقة ديالي شديت لاكارت اللي فيها الخلاص خلصت الدخول المدرسي خلصت شي حاجة كانت باقية لي من داك العام واحدة 2000 درهم بقات لي من داك العام خلصتها وخلصت الدخول المدرسي وخلصت هاد الشهر وتفكيت من داكشي كله ما بقى عندي والو في الجيب مسكين داكشي خلى لي انا باش نخلص وباش نصرف دابا خصني نمشي نشوف شحال باقي لي باش نصرف ما عادش باقي لي شي حاجه ولا والو مسكين انا مشى قال لي كاع المصروف باش تخلصي المدرسه وانا خلصت قال لي خلصي زعما وما تخلصيش حتى هاد الشهر خليه خلصي بعد الدخول المدرسي الشهر خليه تم بعد انا خلصت كلشي انا ما حمش قاعده حاجه هي عندي الكريديت ما ناكلش ما نشرب وما نكونش مغارقه في الكريديت مثل ليا والله المهم الحمد لله رجعت بعدا رجعت انا المهم خلصت له بقى كيتساني والو المدرسه بقى كتساني والو خليت اياد خليته تما راه الترونسبور غيجيب واحد خلص لي حتى الترونسبور واك واك عباد الله خاصني تريبيي اويلي راه انا اللي ما كاينه غير عندي قلت لكم صافي دابا خلصت كلشي الحمد لله بقيت صني والو المدرسه كانت رافده الهم ديالها ديال ديك انا فاش كيتساني شي واحد فاش كنبقى رافده هم في راسي يدخل لي تحت عينيا
لا بقاو كيتصني زيرو درهم اختي، غنمشي من شهر لشهر، مابقاش ندير ديك البساله ديال هاد الشهر ايوا حتى كاع الشهر الجاي ونزيد عليه، فهمتوا هكا كندير حتى الشهر الجاي صدق واحد انايا. لا لا اختي صافي، واش ندير ديك البساله انا هذاك الراجل عندي، واش ندير البساله دابا بقى لي إليان هو اللي غندخل، كنتسنى نمشي لأكادير باش نجيب ليه ليكستري، ما عرفتش فين درت ليه ليكستري، ليكستري ديالو ما عرفتش بغيت خاصني ليكستري، إلا عندك ليكستري القديم كتقدري تديه الكودي هنايا وكيعطوك ليكستري جديد، وأنا راه ما لقيتش ليكستري القديم، قلبت عليه الدار كلها، خويت عليه الدار، خويت عليه البيت الخزين، ما خليت خويت عليه بيت إياد، البار خملت بيت إياد، ما صورتش لكم بلي خملت بيت إياد، البار خملت بيت إياد أنا وياه كله بجوجنا، ثمن الحوايج خرج هذاك الشيء بورقة مكتوبة تاع ذاك العام. خليتو خاوي خاوي عرفت شنو هو خاوي وصافي دابا غنمشي للدار نوجد الفطور ديالي نمشي للفطور اختي راني كنموت بالجوع قتلني الجوع حق ربي حيت وبالقهوة ديالي نشرب القهوة ديالي ولا بد منها ولا بد منها الا جا بكري غتنصيفطو للسوق يتقدا ليا حيت خاصنا اليوم كاين سوق الخميس خاصو يمشي يتقدا ما جاش بكري غنصيفط امين مسكين نعطي امين فلوس يمشي يتقدا ليا بحال بحال اللي جا في جا ايد بكري غنعطيه يمشي يتقدا كيعرف كنقول ليه جيب ليا هكا 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 وكيجيب ايوا غير ايد ما كيستيش الخضره مقاده فهمتو ايد ما غيستريكش الخضره زعما زبونه وغيحوش صافي غيحوش لي كيجيب لك داكشي اللي بغيتي ولكن غيحوش امين غير اختارها ليا امين مال في السواقات مع هاد اليومات امين كيخدم مع با اليوم بقى خدام قالت لي وحده مالو ما بقاش كيقرا اختي سولي امو علاش ما بقاش كيقرا اخويا واخويا الله يهديك امو الطاكسي والله يهديك واش انت كنتي ناعس وحلمتي بلي غادي تخرج وخرجتي الناس اللي موراك ما يمكنش هما ما قلت لكم بالنسبه للناس اللي سولوا ما كيقراش سول امو كاين شوفوا كاين دري صغير اللي عندهم مع القرايه كاين دري صغير اللي ما عندهمش مع القرايه دخليها ليهم من ما ما تدخلش ليهم كاين اللي راه ماشي كلشي الناس غيولوا اساتذه ماشي كلشي الناس غيولوا ها فين باك اللي هاد الطاكسي راه تيوقف ما عطوش عندي الماكله ديال الدجاج لا خصني نمشي نتقداش بتاع الماكله ديال الطرق ديالي ما ناخذش ماشي انا فين كناخذ انا كناخذ الخلطه طيب لا لا كناخذها في الطرق تما كيعجبني واحد الخلطه ديال الدجاج كبيداتي لكون كيعجبكم هاد لي جوغ ديال لي فيديو حيت كانت قالت لي واحد السيده داك النهار حيت توحشنا الروتينات ديالكم من الصباح حتى العشيه هاني انا لا درت معاك لا الروتين من الصباح حتى لا الليل لا لا حتى بغيت ننعس كاع ما تنسونيش البنات واحد لايك واحد بارطاج للفيديو اكيد شي تعليق ديالكم زوين شي قليب وشكرا لكم بزاف هنا من بعد ما دخلت للدار توت سويت جيت ندير الفطور جيت ميته بالجوع البنات انا كنفطر وكنتعشى اولا كنفطر وكنتغدى كنحيد واحد الوجبه ما دار لا ريجيم لا والو باش نكون واضح راه غتشوفوني دابا غادي ندير الفطور ديالي كنعمر مزيان غير كنشرب الماء بزاف ومحيده الخبز ومحيده السكر محيده كاع شي حاجه فيها لي كريم وداكشي اللي كيغلط داكشي باش كنقص الوزن مي سينو راه زعما سينو ما دايره حتى شي ريجيم راه عمرت بصيلي مزيان يعني كناكل اكل صحي فهمتوا ما دايره حتى شي ريجيم مي كناكل اكل صحي هنا راه لا سلاد درت فيها لا روكيت سوفاج بصيله مطيشه شويه ديال التفاح وقطعت الخيار على جنب ودرت ليه شويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال البزار شويه ديال الملحه وحيت انا ناكلو انا وإليان كثرت في الطبصيل حيت انا والفطور ديالنا انا وإليان حتى إليان كنعلمو الماكله صحيه يعني كياكل هو توا في الصباح كيفطر بهذا الشيء معايا هنا درت شويه ديال الكرموس بما انه موسم ديال لي فيغ وفطر معايا كلشي كياكل معايا الخيار كياكل مطيشه كياكل بصله كياكل البيض كياكل كلشي تبارك الله عليه كنعلمو الماكله ملي كون صغير كندخل ليهم دائما الخضره حيت انا دابا ولادي راه حتى شي حاجه تحطها لهم ما تقولي ما ياكلوها كياكلو كلشي تبارك الله اي حاجه نحطها لهم كياكلوها هنا درت شويه ديال البازيليك اش كيسموه ياد واش كيسموه جوج بيضات اللي سلقت ما سلقتهمش مزيان خليتهم لداخل شويه يكونوا شويه هكا المهم البيض عندك كل شويه سوا تسلقيه سوا طيبيه عادي كيف ما عجبك نتيا وكانتك وهكا بالصحه والراحه الفطور ديالي ودابا تبعوا معايا النهار ديالي كبيتاتي دخلت الفطر شتوني راه فطرت
غنوريكم خديت شويه تاع اللوبيا من غرس، حيت ما عنديش سلة ديال اللوبيا. ما عرفتي اختي انا شكون هز لي ديك الغرس. انا كان عندي واحد البواطه عامره بالغرس لقيتها في الاخر خاويه، والله عندي ستوك ديال السيفلور، ستوك ديال الحوت، ما بقيت لقيت والو بالعربي تعرب والو، شكون الله اعلم. هنايا خديت الفول، وهنا خديت هذاك شنو اسمه الفقوس، وخديت الخيزو. خديت الخيزو مخلط مع الاسميتو، ما بقيتش عارف شنو فيهم الخيزو، ما كنعرف كيتلفوا لي هاد الحبوب الصغيرين كيتلفوا لي. دابا غندوز نشطب هاد الجريده، كل مره خاصني نشطبها باش الطراب ديالها ينعس، ما بقاش فاش كيجي شي برد ما يجيب ليناش الروينه، فهمتوا؟ كل مره خاصني نشطب بلاصه. شو ديال هاد البخور، شو ديال هادا، هادا أنا خد شو ميديوم حتى بهاد الحويج ديال إليان، هذا ما نقدروش نديرو بجافيل مصبان وشوفوا كي مطاشي شتو، فهمتوا لي طاش شتو هما ما فيه. قال لك الا كتاخذي الحوايج كديريهم في الماء السخون وما درتيهم في الكمينه، كديري عليهم البي كديري البيكربونات. انا ما عنديش البيكربونات، مي غندير هذا البرودوي بحال البيكربونات، هو راه بيكربونات دو سود، حتى هو بيكربونات ني دو سود، كديري على هكا في الماء كدلي باش نحيد لهم لي طاش. نقول راه يجي معاه البيكربونات، ديري هكا في الماء. قال لك لا كديري الخماره ديال الحلوه. نعم هذا موندي كاع واش ما ندير انت اصلا اللي طاشيتي هاد الحوايج كلهم طاشين. السمولا ميمولا كوب، يلا كوب 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 هنا كوب ساشي، لا تما الحوايج كوب ساشي كوب. يا بوي اون فا با مونجي، لا بيرس كافي لا مونجي اون فا با مونجي، لا سي با مونجي سا. ندير الحويجات اجي ندير فيه الحويجات. شوف 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 لا 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 جلس تما جلس تما، حيت كاينه الكاميرا جلس تما. شتي هاد لي طاش؟ شتي هذا شتو هو بيض بيض وفيه لي طاش شتو، ما بغاش يحيدو. وغادي نديرو بجافيل، جافيل كيصفر، غادي نجرب هكا نشوف واش القضيه صدقات. الا صدقات القضيه هكا راه غنقول لكم البنات غيديروها، غنجربها معاكم. خليني نشوف. شوفوها سبيدرا مع هدف الكري، شفتو كيفاش طاشا؟ كلهم كيطاشاو من دار نقي. هذا راه بصب الله يخليكم. بو سي مو بو ميلونجي، هاي من خيلك هادي ميلونجي بيها. هاي سا لا كوا ابسي ميلونجي عندك بشوية، ميلونجي بشوي، زيد ميلونجي، نزيد عليه نص حامضة، نص حامضة غادي ندير ان شاء الله. ايوا نزيد عليه نص حامضة صافي، حيد حيد حار كيكسا كيكسا كيكسا. لا لا هذا ماشي ديالك، ها هو يا بلي دو دون، يا بلي دو دون، ها هو يا دو دون. ها كتعمر سبيت تي بوكس دوكو بعدا سبيت بوت بوت. لا عاد جالسه كنتيستيها، مي ها هو توجور غيان، جو فوا توجور لي زابي سون توجور باي غاي، يا غيان دو نيتوي غيان دو بارتي لاموس. كاينه واخا ما درتش لاموس، مي كاينه لاموس، درت غير هذاك البيكربونات مع هذيك سميتها، وكيتبخو والو ما بان لي حتى شي حاجه تحرك. زعما كنهزو نقلب فيه واش باقي فيه لي طاش ولا حيد، وكيبان لي لي طاش مازال باقيين. والمغلى زعما اللون تاعو ها زعما ما توسخ ما حتى شي حاجه.
شتو باقي مطاشي هكاك هو ما تبدل ليا فيه والو ما بانش يتبدل شي حاجه الحوايج بغا يتحرقوا وشي حاجه ما تبدلات يد ليك مارتي صح قال لك الناس كيحيد لي طاش سيدي مولاي انا بالي شي طاش تحيدت موفيز افير هادشي نقدر نجرب هاد البرودوي حتى هو ديال خوتنا الجزائري العملاق هذا البو الثاني هذا صار لي البو الاول هذا البو الثاني كندير به كلشي نشوفوا دابا واش غير خرجنا هاد الحوايج ما دوك بعدا ما خرجهم باش نكونوا واضحين داكشي بيكربون داكشي عاد فيا والله ما خرجت لي شي حاجه وتقول رديت شيفونات لي بركه شويه في الماء يطلقوا درت لهم المدافي باش ما يبردوش وهنا درت الاخرين يتسلقوا حتى هما يتسلقوا جوج غير خنقوا تاع الكوزينه هادو واش غير نقاو ولا لا غاديش نكذبوا نقولوا الماء ديال سميتو ما تبدل اللون تبدل شوفوا الماء كيفاش ولا موسخ ولكن ما بياضوش رخصي انا بنش بيض يا بعدا نحل انا هادشي فون انا بعدا خصي ما بانش البيض يلاه يعطيك الخير هما شوفوا نقاو واحد شويه ولكن ماشي داكشي سي باسكو جاتوندي كنت كنتوقع شي حاجه شي نتيجه واو 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 باقي ما ضل داك العرام تما انا غادي نمشي الكوك حاجه بحاجه ما بغيتش غير ندير لهم في القدره شي قدره كنخليهم هنا نيت غادي بشوي بشوي بالخاطر مع نقيو بعدا المهم عيت تما وتنقاو صافي ممكن الله يلا تبدل اللون ها هو شوفوا اللون اللي ولا خرج راه مصبين راه نقيين هادو راه نقيين اتاسيون نقيين زعما ما فيهم والو خارجين من ماكيت الصابون ناشفين كلشي هاد ليطاش ما بغاوش يمشيو شفتو بحال دابا هاد ليطاش باقينا نمشي نشري ضيوف اخرى حسين ليا من هاد الحاله ياك شي ضيوف اخرين واقيلا حسن ليا نمشي ولكن غيطبعوا نفس الشيء خاصني شي زيف اختي ما يطبعش انا ما يتبرقعش عرفت خرجت نصبن هادو عصبوني ها قرب العصب لا هادي حرقه هادي ما عادش شكون حرقه هادي ما توسخوا لي المهم شو إليان قلت نصبن داك الشمس نضاله مسخين يا اختي هادشي ما بغيتش يتنقى هاد قلت ما كندير لهم هادي وما غير تعرف تاع كان صبرت داك الشيء هادي يومين هادي يومين عتعس الجرده شوف والله اش دير اش دير شحال الفاخر كيفاش غنسكو الحوت رقدت معاكم البارح غادي نشوي اليوم لقيتاش الا ما شويتوش اليوم ما عرفت شمو لكن انا مسريش الحوايج شتو فوالا ديك الشيء رضا على الناس سهل مهل بوف دغيا يشعل ايزي فيري ايزي درس هذا كيشعل مزيان هذا كنت عارفه كناخذو 5 يترو كيبقى عندك مده طويله كيشعل افيكاس مضمون قدامكم غنخوي داك الحوت لي حيت البارح غير عطرتو خليته هدا في الميكا في الثلاجه يمي الله غادي نحل عليه شوفوا غيكون شابع عطريه بالبيه عرفتوا شنو هي معطر فاهم معطر بمعنى كلمه معطر معطر سديت عليه كيبان لكم كاشف ولكن هو راه كيبان كاشف ولكن هو راه على نزيناته ندير ليه بحال هكا نهز بوحده بوحده دابا علق علق يا عاد هو يا مدخل قلبك على راسي ندير بحال هكا نحط المهم راه درنا كورجيت درنا لا سالاد ماروكان درنا لا بيغي مع الحوت مع لا سوب حيت ما صايمه حيت هما كلهم في الدار صايمين غير انا اللي فاطمه واياد وايليان بكرشاء خالتي عويش تا يا فاطمه ما صايماش هادي ما هادي خالتي عويش بنين هاد الشيء اللي كتاكلي عجبك بصح برافو عليك اختي عويش برافو عليك انا يكونوا قرمان القشره هذيك هي الجيفه ديالهم قرمان ديوا
عندي طاب داك يتفركش ماشي عطاب طاب نيس ما كنحمر غير الجلده الفوقانيه ما لتحت ما كنحمرش بزاف عرفتوا واش المذاق كيجي فيه هذا شنو سميتو هذا الباجو هذا الطبق ديال الباجو صغير هو حيت حنا كثار واش ناخذ كبير قالك الحياة جبرين هو الحوت باقي انا خطيته هي داكشي الحوايط اللي بغا يعمل ان شاء الله خير وانا عشيتكم في الكاس لا اتاي عشيتكم عرفوا شحال زوين شوفوا زيناتو